السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح ظاهرة هامة جدا تحدث في الكون، ألا وهي كسوف الشمس. ولكن دعونا أولا نعرف ما هو الكون. في الواقع إن الكون له عدة نظريات لتفسيره، وهناك اختلاف بين العلماء في تعريف الكون، لكننا سنتحدث عن تعريف متفق بين عدة علماء إلى حد ما، وهو يقول إن الكون هو كل الوقت والمكان بكل محتوياتهما. الكون يحتوي على كواكب ونجوم ومجرات وكل الطاقة والمادة، فالكون ليس معروفا بشكل دقيق، وبعض العلماء يقولون أنه نهائي، وبعضهم يقولون أن الكون لا نهائي. إن المجرات تحتوي على الكواكب، وهي تسير في الفضاء بسرعة كبيرة جدا عن بعضها البعض. لذلك يقول العلماء أن الكون يتمدد كبالونة ضخمة، فالمسافة بين مكونات الكون كبيرة جدا، وتقاس بوحدة تعرف بالسنة الضوئية، وهذه المسافة تقدر ب9 تريليونات كيلومتر. فالسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. نحن نعلم أن كل الأجسام والأشياء داكنة لا يمكن رؤيتها إلا إذا سقط ضوء عليها وارتد على عيوننا. لذلك عندما يسقط ضوء الشمس مستقيما على الأشياء والأجسام، فإن هذه الأشياء تحجب بعضا من ضوء الشمس، لذلك نرى بعض الظل المتكون من هذا الجسم على السطح الذي هو عليه. قمنا هنا بعمل تجربة بسيطة لنوضح أنواع الظل المتكون عندما يحدث كسوف الشمس. فإننا إذا قمنا بوضع كرة صغيرة أمام مصدر صغير للضوء، فإننا نحصل على ظل حقيقي، ظل أسود حاد كما نرى الآن هذا الظل الحقيقي في هذه الصورة. أما إذا قمنا باستخدام مصدرا أكبر للضوء، فإننا نرى منطقتين من الظل، أحدهما وهو الظل الحقيقي الأسود الحاد، ونرى منطقة أخرى تتكون وهو شبه الظل. وفي الحقيقة هذا يحدث أيضا في الكون، فعندما يقع القمر بين الشمس والأرض ويكونون في خط واحد يتكون ظلا أيضا بسبب حجب القمر لبعض أشعة الشمس الساقطة على الأرض، وهذه الظاهرة تسمى كسوف الشمس. ولكن لماذا تحدث هذه الظاهرة؟ كلنا نعرف أن القمر يدور حول الأرض، وأن الأرض والقمر كليهما يدوران حول الشمس. لذلك عندما يقع القمر بين الأرض والشمس في لحظة ما أو في وقت ما، يحجب بعض ضوء الشمس عن الأرض، ويظهر هذا واضحا أمامنا على هذه الصورة. لذا عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، والشمس هي مصدر ضخم للضوء، نرى منطقتين للظل. المنطقة الأولى وهي منطقة شبه الظل، وهي ظل ليس بأسود ولا حاد. أما المنطقة الثانية
وهي منطقة الظل الحقيقي، وهي منطقة ظل أسود حاد داكن. ونلاحظ أيضا أن هناك منطقة نسميها الظل المخروطي. لذلك بعد أخذ الاحتياطات، إذا قمنا بالنظر إلى الشمس وقت حدوث كسوف الشمس، سنرى قرص القمر يعبر أمام قرص الشمس، بالرغم من وجودنا في وقت الظهيرة مثلا. حقيقة هذه الظاهرة لا تستغرق سوى 7 دقائق وأربعون ثانية. وخلال هذه الظاهرة، عندما يمر القمر من أمام قرص الشمس، نستطيع رؤية 3 أنواع من الكسوف. في منطقة شبه ظل القمر، فإننا نستطيع مشاهدة جزء من الشمس مكونا ما يسمى بالكسوف الجزئي، ولكن يتكون ما يسمى بالكسوف الكلي في منطقة سقوط ظل القمر على الأرض، وفيه لا نستطيع أن نشاهد الشمس كليا. ولكن عندما يقع القمر أثناء دورانه حول الأرض في مدار أعلى، فإنه يتكون كسوف حلقي للشمس، حيث لا يصل المخروط الظل لسطح الأرض. يجب عليك أن تعلم أن هناك نوع خاص من النظارات التي ينبغي ارتداؤها عند النظر إلى الشمس، خاصة أثناء حدوث ظاهرة كسوف الشمس، لأننا جميعا نعلم أن النظر مباشرة إلى الشمس قد يضر بأعيننا ويسبب العمى. والشمس أيضا تبث أشعة ضارة للإنسان، ومنها أشعة فوق البنفسجية التي قد تسبب طفرات جينية لبعض أجزاء جسم الإنسان. وهكذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، ونرجو أن نكون مفيدا للجميع. وشكرا على المشاهدة، وانتظرونا في دروس قادمة على موقع نفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.